لا يخفى عنكم يعني القضية اللي أثارت ضجة في هذه الأشهر الأخيرة ديال الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، أو بالأحرى بين قوسين امتحان المحاماة اللي دار ضجة. اليوم معنا أحد الطلبة الراسبين من بعد ما تفضل قلت معنا الأخت شيماء عباد من أحد الطلبة الراسبين أو كيف ما كيطلقوا على أنفسهم المرصبين في هذا امتحان المحاماة. كنعرفوا أن من أحد المطالب شيماء هو الخضوع ديال الوزارة باش أنها تفتح معكم حوار، وكان حوار داخل يعني مبنى الوزارة اليوم. أخت شيماء، شنو تداول بالضبط في هذا اللقاء اللي كان عندكم اليوم في الوزارة؟ شيماء عباد على اللجنة الوطنية للتحرير في امتحان المحاماه. اليوم كان عندنا واحد الحوار اللي تنعتبروه بدايه واحد لبنه اساس لبدايه واحد المسلسل ديال الاجتماعات وديال الحوار المؤسس اللي على اساسه غادي نقدروا نخرجوا بواحد الحل اللي يرضي طبعا جميع الاطراف. اللقاء ديال اليوم جا بناء على وعدين من واحد الوعد بالحوار اللي كانت قدماته الوزاره قبل رفع الاضرامي على الطعام. اليوم حنا قابلنا كما نبين دائما على حسن النيه ديالنا وعلى الجديه ديالنا في اننا نلقاو حل، لاننا ما تنقلبوش على تازيم الازمه ولا اننا نستمروا في هذه الازمه. قدمنا كمقترحين على طاوله الحوار الغاء هذا الامتحان لما شابته الخروقات والتجاوزات اللي خلاته يفقد الشرعيه ديالو شكليا وشكلا وموضوعا. كنا ننتظر انه الوزاره تقدم حتى هي مجموعه من المقترحات ومجموعه من الحلول، ما مشاش في هذا الطرح. نقدروا نقولوا انه كان واحد الاجتماع ديال ولا واحد الجلسه ديال الاستماع على اساس انه غادي يكون موعد قادم اللي غادي نناقشوا فيه اللي غادي ترد لينا فيه الوزاره تعطينا التصور ديالها لهاد الازمه والحلول الممكنه. ولكن نبغي ناكد على مساله، لانه نحن في اللجنه الوطنيه مازال مستمرين الاشكال النضاليه سواء عبر الوقفات ولا عبر مجموعه من الامور. الحوار بالنسبه لنا ما عمره ما كان غايه، هو وسيله باش نقدروا نوصلوا لواحد الحل. نبغي نقول للطلبه المرصبين انه المعركه مازالت مستمره وانه محتاجينكم في انكم تلتفوا على المطالب ديالكم اللي هي مطالب مشروعه وعادله. وخا شكرا جزيلا شيماء. فكيف ما سمعتوا هذه يعني اخر المستجدات مباشره اليوم في ملف الطلبه الراسبين في امتحان المحاماه. يعني كان لقاء مع بعض الاعضاء في الوزاره ماشي مع الوزير، لان كنعرفوا الوزير خارج ارض الوطن. كانت معنا احد الطلبه الراسبين في هذا الامتحان هذا اللي عطاتنا اخر المستجدات وشنو الاطوار اللي دارت في هذه الجلسه هذه. فاحنا مباشره كنا هنا متابعينا الكرام مباشره من مدينه الرباط، كان نقول لكم تحياتنا لكم.